أخبار المهرية باختصار: ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات تواصل عمليات مداهمة منازل المواطنين لدواع مناطقية في شبوة. عمليات المداهمة بدأت منذ اجتياح الميليشيا المدعومة بالطيران الإماراتي للمحافظة. وفاة شخصين إثر حادث سير مروع في خط العبر الوديعة بمحافظة حضرموت. الحادث نتج عنه وفاة شاب وشقيقته نتيجة السرعة الزائدة في إحدى المنعطفات. الدفاع المدني يخمد حريقا نشب في أحد المحال التجارية بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت. الحريق شب في متجر لبيع المواد الكهربائية، فيما قدرت الخسائر المادية بحوالي 10 ملايين ريال. تشيلسي ينسحب من سباق التعاقد مع الهولندي فرينكي ديونغ لاعب وسط برشلونة. النادي الكتالوني سعى للتخلص من ديونغ لاستخدام أمواله في التعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي. دراسة بريطانية تقول إن أول بطيخ أحمر مزروع منذ حوالي 6000 سنة كان قاتلاً وله طعم مر. العلماء اكتشفوا أن أسلاف البشر في شمال أفريقيا كانوا يتخلصون من اللب الأحمر ويتناولون البذور فقط. إلى اللقاء باختصار آخر.